من عينيا هعمل لك اللي انت عايزه. مشهد صامت خرجت بس فيه قدرت تبقى ترند وقلبه سوشيال ميديا، ومش بس كده دي بقت ايقونه وكل الناس بقت واخداها مثال علشان يقلدوها. أم صابرين أو انتصار، واللي قدمت دور مساعدة في البيت المصري في مسلسل أشغال شقة، قلب الدنيا بشخصية كوميدية حتى وهي صامتة ومحدش قادر يمسك نفسه قدامها من الضحك، وده بعد ما ظهرت في المسلسل وكل الناس خلاص أخدتها قدوة علشان تطنش وتضحك على أي حد قدامها. بس انتصار ما كانش ده دورها الوحيد في رمضان السنة دي اللي لفت أنظار الناس كلها ليها، ولا ده أول دور ليها يعني فرقع ويعمل قلبان. ديانا عملت أدوار وكانت بيها ترند حتى من قبل ما تظهر حاجة في الدنيا اسمها ترند. دي طبعا محدش يقدر ينسى دورها في راجل وست ستات ولا واحد صفر، ولا حتى لو ظهرت مشهدين ثلاثة في أي حاجة وأي حتة، وده علشان هي مش بيبقى فارق معاها عدد المشاهد ولا حجم الدور اللي بتظهر فيه، على قد ما فارق معاها هيسيب أثر مع الناس ازاي. ما هي قديمة وتقيلة برضو وعارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. انتصار السنة دي كسرت كل التوقعات وطلعت أم تقريبا في كل الأعمال اللي ظهرت فيها السنة دي. يعني حد يصدق انها تطلع ام المنذر ريحانة في مسلسل المعلم؟ ده هي نفسها مش مصدقة انها قبلت دور زي ده، ولا اقتنعت ازاي تعمل كده وتطلع ام ليه وهم فرق السن بينهم مش كبير قوي. يعني مش بس كده، دي ما عندهاش مانع تطلع ام ليحيى الفخراني ذات نفسه، بس منذر ريحانة وهو اسمراني ووشه جبلي وهي بيضة، لكن هي قبلت التحدي وعملت دور كوميدي، وام بنت زوات او محدثة كده زي ما بيقولوا، ورسمة دور زي ما بيقول الكتاب. وتخيل بقى لما تبقى انتصار ام قصاد سلوى خطاب بيعملوا مشاهد ليها العجب. ده طبعا غير دورها في مسلسل اعلى نسبه مشاهده، واللي الناس اول ما شافته افتكرت مسلسل ذات واللي فيه شبه كبير بينهم في التركيبه. الام اللي متحمله مسؤوليه وقويه بس في اعلى نسبه مشاهده كانت شقيانه زياده عن اللزوم، وانها ترجعنا تاني للست اللي بتعمل شغل الستات في البيت وهي مجبوره وفي عينها الكسره والحزن، دول كلهم خلى الناس كلها تقف وتسقف ليها. وهو كان وحشهم انهم يشوفوا اتقان بالشكل ده من فترة كبيرة، وهي انتصار رجعته تاني للشاشة، واللي عمله الجمهور معاها ما كانتش هي مصدقاه، وخاصة ان رد الفعل كان اقوى حتى من قبل ما رمضان يبدأ. انتصار عملت دور ام كتير ومن زمان، وما كانش بيفرق معاها موضوع السن قوي بينها وبين اللي بيطلعوا اولادها، كان بيفرق معاها بس حلاوة الدور، لدرجة انها طلعت ام احمد الفيشاوي عادي في 1-0، وكانت زي ما هي شاطرة قوي في الكوميديا ما اقولكش بقى عليها في النكد. بس انتصار بقى زي ما بنشوفها ام بصور مختلفة على الشاشة، على ارض الواقع هي بقى اقرب لام ذات، واللي كسرت الدنيا لما عملتها، لانها ام قوية وشديدة حبتين ثلاثة مع عيالها، ما هي اللي مربياهم وما شافتش في الدنيا غيرهم، وبتحب قوي انهم يسمعوا كلامها وما يخرجوش عن طوعها. ما هي مش هتقول كلام وما يتسمعش، ما احنا ما عندناش حاجة اسمها تربية ايجابية. ومش بس كده، دي جريئة برضو في تربيتهم، وده دخلها في مشاكل كتير مع الجمهور، لانها كانت بتقول ما عندهاش مشكلة ابنها يشوف افلام مش ولا بد، بس لما يبقى فاهمها وفي سن معين، وانه يشوف وهي عارفه احسن ما يشوف من وراها. اما بقى بنتها لو اتجوزت واحد امه متحكمه فيه ومش عارف يمشي كلامه على بيته، فهتجيب حماد بنتها من شعرها، ما هو محدش يجي على بنتها ابدا، وهي هتعرف تجيب لها حقها، ما هي مش غلبانه. ولو الولد بيحب اهله وبيعاملهم كويس يتامن على بنات الناس. انتصار شخصيه زي ما بيقولوا كده ملهاش ملكه، معجونه بميه التمثيل ومضروبه بالفن، فاي حته هتتحط فيها هتلاقيها نجمة. قولنا بقى انت رأيك فيها ايه، وايه اكتر دور عجبك ليها السنة دي؟